القيادة الكابيتانو برنس مرسي بن سعيد. كابيتانو نعس ونعم. العملاق التحاليل الرياضية بوغوس اللي عليه منتظروه في الدوحة قطر 2022 ناصر البدوي. يا صورة. لبوة المنابر النمرة قاعدة معانا اليوم في البلاتو الجميلة سونيا الدهماني. الأنيقة الرشيقة نجمة الفن سحبت الأرقام القياسية يكون نهار سبتة شيا سندريلا وميمة العياري. والسيناريست الأسطورة الكاتب الفذ الجهبذ الجولدن بوي حاتم بالحاج. يلا رحلة مكاملة حتى للتسعة ونص تاع الصباح. برشا يشكر. والله نسيت. والله نعرفك. وراس بنتي الغالية نسيت. وراس بنتي برشا مغشد عليك زيدون لأنه تعودوا بك نصير الطبقة المفكرة. هذاكم موظفين يخلصوا. فما عباد بالجورنات راهو موظفين اللي فنقة مش معناه يخلصوا في 200,000 300,000. فما اليوم جورنات وفما دوميناج. المرأة اللي عندنا لهنا نسلموا عليها ما جاتش خاطر الترونسبور اللي يخدموا في الديار البنية اللي ياخذ تروا موان دو ترونسبور باش يخلط ويعيش بالجورنات اليوم ما يخلطش يخدم برا. فسر له انت خاطر الشهر يوخروا اربع ايام. انت يلزمك تضحي بنهار ما ينجمش يوكل ولاده ما ينجمش يهزوا من المكتب ما ينجمش يوصلها وما ينجمش يتعشى. صحيح رفيق. ادعوك تهبط زاد للنقابه العشاء ونص نعملوا بلاتونيزيا في شارع الولايات المتحده لعل تحكيو في الموضوع. مصرف الزيتونه وغدوه خير شويه بوزيتيف فايبس في وسط الاخبار المش ولابد نسمعوا الاخبار ونرجو نحكيو في البلاتو. وقت اللي تحب تنجح تصنع العجب تمن بحلمتك وتكمل فيها على خاطر اللي وصلوا هما ناس تعديوا الصعوبات وكانوا قد التحديات وصلوا نجحوا وولوا قدوه. انت زاده تنجم تكون كيفهم غدوة. أعطي لحلمتك القيمة وابدأ من اليوم وتفكر إلي العزيمة كان هي اللي تدوم. ابدأ كبير تعلم من تجارب الغير وأكيد غدوة خير. 990 فرنك زعما شنو النجم نشريو بها في بنزرت؟ تنجم تشري بها دجاج روتي كيلو حوت ولا حتى مرقاز. اي نعم هذا الكل بفضل المبادره اللي عملها محمد كسكسي المغروم بالبينيفولا وديما يحب يعمل مبادرات كيما هكا. محمد حب يعمل بلاك فرايدي على طريقته الخاصه واقترح على مجموعه من اصحاب المحلات والمشاريع انهم يختاروا وقت معين وسط النهار ويبيعوا فيه برودوي معين من سلعتهم ب 990 ملي وبتبيعها. يعلموا الناس بالوقت هذاك اللي اختاروه باش ينتفعوا بالسوم الخيالي هذاك. مبادره لقات استحسان كبير برشا وتفاعلوا معها اصحاب المحلات بالكده خاصه وانها ترجع عليهم ومزيدة بالمنفعة وتساهم في الإشهار بشكل غير مباشر لمنتوجاتهم. اليوم نقولوا لمحمد وللناس اللي تفاعلت معها برافو وإن شاء الله هالمبادرة تتعمم في تونس الكل ونشوفوا بلادنا غدوة خير. كنتوا تسمعوا في غدوة خير مع مصرف الزيتونة. مصرف الزيتونة قيم تجمعنا. بدر حلوة سمعتوها وجاتنا من بنزرت خلي زويلي يعيش الفكرة متاعها. تحية لصاحب المبادرة وتحية لمصرف الزيتون على جرعة الأمل اليومية. نسمعوا رامي شنو حذرنا في الرادار. شكون تاع في الرادار مع رامي توتسويت. في تونس البريود الاخرى قاعدين نعانيو من هجره الادمغه وبرشا مهن اللي قاعدين يهاجروا كيما بار اكزومبل طب صحفيين مهندسين. اي مهندسين مطلوبين. مهندس مهندس بالسي معروفين اسمهم هكا ومي. يعني انا اليوم باش نكشف هي قالت لك انا اليوم باش نكشف شكون المهندس العمل هذا الكل. شو اسمه سامحني؟ شكون المهندس العمل هذا الكل؟ مهندس لا 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 يا نجيب يا نجيب عايش خويا بسي بسي شمن مهندس شمن يدز ما امان عاود عاود بسي ترى تقصد في المهندس مش في القصه. ايش خاف على المهندس الولايات المتحده؟ المهندس هو اللي يعني تقصد في المهندس مش يا رسول الله يا رسول الله شد صحيح في مهندس قال لك مهندس الله اعلم فيش يدز هانا مع بعضنا ما فهمتش انا مهندس وين يخدم هذا يخدم في الكاردي ما يدز. اي هو معروف قال لك المهندس اهم موهبة فيه لازم شنية تكون لازم يعرف يدز البيدق. يلا نجيب يا بيه طلع لسانك وخبطه كده جايز في حاجة ايه؟ طلع لسانك وخبطه مش فاهمين. اما خلينا من هذا خلينا من المهندسين والمهندس والجو هذاك خلينا نحكي شويه كوره تو من اكثر واهم المواضيع اللي قاعده تحكيها تو الكوب دي مات. وعندنا الايامات هذيا موضوع مهم قاعدين نناقشوا فيه المورفولوجي نتاع الملاعبيه نتاعنا. شو اسمها مورفولوجي الله الله عليك وشكون لاهي بها؟ مجدي التراوي. مهف نتاع مورفولوجي برجوريت راهو كي نطلعوا سبور باش نترناو مع ليكيب سينيور راهو البدنيات راهو تشوف البدنيات تقول سينيور معناها تشوف دني سبور سينيور. اليوم معناها حتى الفورمولوجي والتكوين
عاود لي اليوم معناها حتى الفورمولوجي والتكوين فورمولوجي هكا فورما فورما فورمولوجي فهمتك مشكيت الحروف انت وخرجت لنا كلمه اخرى سهله عندك يا مجدي وخي اسمها مورفولوجي هي الحروف هما مكش غلط اما فهمت بلايصهم مش هي جمله اما كجيت تروح سكره بالتقلبهم الحروف ويصير فينا اللي ما يصيرش عايش خويا شنو هي فورمولوجي هذه والله مش تبع الكوره راه مورفولوجي وكذا خاطي كان تقصد البدن وكذا خاطي راه يوم كنت تبع الجولف تبع البولين كذا ما نعرفش اما شنو هو زيدا لونترين موش مش يولي انترمون لطف يا ربي توكلام هذا ما ركز لي مجدي زتنبهت عليك انا ماك العام السوري لا اما هذا لا يمنع عزيزي المستمع اللي ذي كله تفاصيل الرسمي واللي بيه الفايدة انه المنتخب بيسلكها في الكوب دي موند هذاك اش طالبين احنا فورمولوجي مورفولوجي امورهم لازمنا الكل نشجعوا المنتخب وانا متاكد ان تونس باش تسلكها خاطر فما مواطن مهم جدا بدا يشجع في المنتخب وذي كان بدا اعرف لي سلكنا عليه الاولاد 10 ملايين نفرحوها علي يا الاولاد الربح اليوم نجيبوها علي منصور الغالي اي بابا اي علي يا الاولاد الربح اليوم نجيبوها يا بابا رضا الفيل في طم كل مصلي على النبي علي يا الاولاد الربح اليوم نجيبوها حاجه حلوه ياسر تحسها محفوظات مش غنيه نتاع تشجيع المنتخب يا الناصر عليك اداء نتاع منتخب اصاغر بوسان اما كمان تصدقوا ولا ما تصدقوش الناصر اول تونسي بدا يشجع في المنتخب معناه الناس الكل مازلنا لاهين في العارك نتاع بديع والجماعه والدنيا ماكله بعضها والله برافو يا الناصر والله إبداع روعة غير عادية رادار تحية للمبدع ناصر البدوي وتحية لصديقنا رامي ريز وعدناكم بالجديد من عند الزيتونة تمكين أفاريات الزيتونة تمكين لأصحاب المشاريع الصغرى زيتونة تمكين شركاء في النجاح الاستقرار في الموارد المائية عامل رئيسي في تحسين انتاجية الأنشطة الفلاحية ذك علاش اليوم الزيتونة تمكين وبالشراكة مع شركة تكنو سولير المختصة في بيع وتركيب مذخات المياه بالطاقة الشمسية يوفروا ويقدموا تخفيض استثنائي من توا والآخر العام يوصل ل 18% على ثمن شراء وتركيب مذخات المياه الشمسية بالإضافة لامتيازات أخرى منها دراسة ميدانية للمشروع مساعدة تقنية وخدمات ما بعد البيع سيرفيس أبريفونت ومجانية لكلها طول فترة التمويل المنتج هذا معتمد ومصادق عليه ما تنساوش الزيتونة تمكين تحط على ذمتكم الباك مرحبا اللي متعك بتخفيض في مصاريف دراسة الملف مع إعفاء 3 أشهر من خلاص الدين وكانك عشيرنا وحارفنا من قبل تتمتع بالباك عشيري اللي يزيدك على الامتيازات اللي ذكرناهم الكل تخفيض على هامش الربح زيتونة تمكين مؤسسة تمويل المشاريع الصغرى تابعة المجمع الزيتونة أفاريات الزيتونة تمكين لأصحاب المشاريع الصغرى زيتونة تمكين شركاء في النجاح وقت حكيت مع أصدقائنا في الزيتونة التمكين قالك هالنوع من الحاجات معناها ريفوليوسيون كبيرة الفلاحتنا اللي في الجنوب الناس اللي تعمل في التمر كل تقريبا ولو يخدموا كان بالتكنولوجيا هذه تسهيلات من نوع هذه تعطي مردودية كبيرة وتعطيهم انتاج خير وأكبر دونك نتمنى أن تنظم الأمور نتمنى أن الناس تكون في الاستماع ويتفاعلوا مع العرض اللي مقدمته الزيتونة التمكين بعد الفاصل نرجع لكم للأخبار تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للـ 9:30 مع